ختما مع عبر الهاتف محمد الحواري المتحدث الرسمي باسم المفوضية السامية في الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالأردن. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد محمد. إذا نتحدث عن أزمة متزايدة، نتحدث عن سوريين وجهتهم لبنان، الأردن، تركيا وغيرها، نتحدث عن روهينجا من ميانمار وجهتهم بنغلاديش. نتحدث نحن دائما عن معلومات، أزمات وأرقام. أنتم كيف تتعاملون مع هذه الأزمة؟ الأزمة التي تحيط العالم بكل مكان هي أزمة لا توصف بوصف واحد. تحديدا الأزمة فيما يخص اللاجئين السوريين هي تعتبر أزمة الجيل، حيث أنها هي الأزمة الأكبر منذ في هذا القرن بشكل إجمالي. ما نحمل من أجله هو دائما نذكر العالم بأهمية الاستجابة وتوفير كل ما يحتاجه هذا اللاجئون. في داخل الأردن فقط في 7 سنوات التي نقارب نحن أن تكتمل 7 سنوات تم إنفاق ما يزيد عن $1 مليار، لكن هذا الرقم الذي قد يكون هو رقم كبير جدا هو في الحقيقة لا يشكل إلا 65% فقط من ما يحتاجه اللاجئون هنا في داخل الأردن. نحن اليوم في العام 2017 في نهاية هذا العام ولا بالكاد نصل إلى 50% احتياج من أجل اللاجئين. الاحتياج أي معنى أقل ما يمكن تقديمه كي تستمر حياة هؤلاء الناس بأقل حدود الكرامة. يوجد في داخل الأردن فقط ما يزيد عن 40 جنسية لاجئة، بإجمالي يزيد عن 750,000 لاجئ في داخل الأردن. الشتاء على الأبواب، ما زال الاحتياج للاستجابة للأزمة الشتوية لم يصل 25% من التمويل المالي تم توفيره إلى اليوم. كيف سنواجه هذا الشتاء مع هؤلاء اللاجئين؟ ما زالت مسألة صعبة. نعم. الأيام القادمة تفضلي. نعم، وكيف أيضا تضيف أو تزيد من أعباء عملكم أي أزمة جديدة تضاف إلى الأزمة الأكبر اليوم؟ كما قلت محمد، الأزمة السورية، إذا ما تحدثنا عن روهينجيين ولجوئهم أيضا، أنتم ما الذي تفعلونه بهذا الإطار اليوم وما الذي تطلبونه؟ نحن كل ما نقدمه للاجئين هو ينحصر في مبدأ الحماية، أي بمعنى أن نحمي حياة هؤلاء الناس، أن لا يعادوا إلى الدول التي فروا منها قسرا، أن يستطيعوا أن يحملوا حياتهم، أن الأجيال التي هي أبنائهم يستطيعوا الالتحاق بالتعليم بالدراسة، يستطيعوا أن يستمروا كبشر، حياتهم تستمر. يعني مثلا لنأتي إلى الأزمة السورية بشكل مخصص بحكم القرب المسافة ما بيننا والأردن وسوريا. نعم. هؤلاء اللاجئون السوريين داخل الأردن هم فقط من سيقوموا بإعادة بناء سوريا غدا، بالتالي تجهيزهم وتأهيلهم، تعليمهم، النساء ذهابهم إلى العمل، تحسين مهاراتهم المهنية، هذا مطلب مهم جدا. ما نقوم به في الحقيقة هو استمرارية قرع الجرس بأن جميع العالم يجب أن لا ينسى هؤلاء، نستمر جميعا بالتكاتف والتكافل حتى نستطيع توفير كل الاحتياجات لهم من خلال جميع البرامج المقدمة. نعم. سواء كانت برامج المساعدات النقدية أو المساعدات الغيثية المشتركة. اللاجئون لا يحتاجوا فقط إلى بطانية شتاء، بل هم يحتاجوا إلى أكبر من ذلك بكثير. يجب هذا أن نستوعبه، وهذا ما نحاول أن نوصل إلى العالم بشكل أجمل. في دور اللاجئ إلى أي درجة هو مهم أيضا وله دور سيد محمد بهذا الإطار؟ يعني نحن بمخيم الزعتري التقينا بحضرتك ولمست حقيقة التعامل، كيفية التعامل مع اللاجئ سيد محمد. يعني لا نتحدث عن محاولة دعمك لهم فيما يتعلق بما تؤمنه يعني المفوضية، ولكن بطريقة بالتعامل بالمحاولة المساعدة على كافة الأطر، إلى أي درجة دور اللاجئ هنا مهم ويساعدكم؟ اللاجئ هو في الحقيقة عندما في بداية الأزمة تكون البوصلة بالاتجاه الصحيح إلى أين ستقود به الطريق تكون مفقودة. يعني كما نعلم أنه لا يوجد ألم مثل ألم فقدان الوطن، بالتالي في البداية تكون هناك في صعوبة. نعم. حتى يتفهم اللاجئ أنه يجب عليه أن يستمر بحياته، أن يجب عليه أن يتحول من عنصر من إنسان فقط يعتمد على المساعدات إلى عنصر إيجابي وإنتاجي في كل دولة مستضيفة له أو في كل دولة يتم فيها توطينه، سواء كان في الاتحاد الأوروبي أو في الأردن أو في أي مكان آخر. هذه الرسالة
عندما يستوعبها اللاجئ يستطيع أن يتحول معنا ويستندنا يدا بيد حتى نستمر. يجب أن لا يرسل أبناءه مثلا إلا إلى التعليم، لا يرسلهم إلى العمل، لا يرسل بناته إلى الزواج المبكر، بل يرسلهم إلى أن يكونوا نساء يعتمدن على أنفسهم في صعوبة هذه الحياة. نعم. كما ترون يعني شوف الأرقام الكبيرة التي نسمعها الآن من اللاجئين هي للأسف تعطينا إلى مستقبل ليس بتلك البهجة، فبالتالي يجب أن يكون أبناؤنا مستعدون لمواجهة هذه الحياة. أنا أشكرك. أعذرني أنت عنصر أساسي طبعا للمستقبل. أعذرني انتهى وقتنا. شكرا جزيلا لك محمد الحواري المتحدث الرسمي باسم المفوضية السامية في الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كنت معنا من الأردن.